دي ما تبقاش موجوده. شايف اللقطه دي يا كابتن شطه؟ يعني واحد من ذوي الهمم الخاصه وبنشوف بيتسو موسيماني وهو بيسلم عليه وكمان يعني بيسلم وبيسلم عليه كده زي بيكبر راسه، يعني حاجه رائعه. انت عارف في جنوب افريقيا بتوع الهمم الخاصه دول لهم دور كبير جدا جدا في المجتمع ولهم يعني تقدير خاص، فهوش على طول راح بقى ايه قبل راسه على طول. دي حاجه توريك قد ايه انه الهمم الخاصه دول لهم شان كبير جدا في مجتمع جنوب افريقيا، حتى عندنا انا برضو يعني يوريك قد ايه هذا الامر مهم جدا بالنسبه للنجم كبير زي بيتسوماني، يشوف واحد زي ده دي ويقبل راسه تلاقي ده اسعد بني ادم دلوقتي في طبعًا. الدنيا طبعا. تحيه طبعا لذوي الهمم الخاصه وايضا كمان لبيتسو موسيماني اللي انا حسيت ان هو يعني من اول اللحظات الاولى دخل كمان في الاجواء المصريه.